في الليلة الظلماء افتقد البدر. كثيراً ما تردد أو ترددت هذه العبارة لتعبر عن قيمة الشيء أو الشخص الغائب في ساعة الحاجة الماسة إليه، لا سيما إن كان الغائب يسد تلك الثغرة بكفاءة واقتدار. فماذا لو كان الغائب محمود جبريل الذي أفنى حياته وهو يصدح دفاعاً بصوت العقل عن أن الوطن فوق الجميع وفيه متسع للجميع؟ محمود جبريل الذي زاوج بين السياسة والتخطيط الاستراتيجي ولم يضغ الطريق أمام وهج السلطة ولم يتعثر في تلبيب المؤامرات والكواليس والاصطفافات التي أثار كثيرون الانخراط فيها حماية لمكتسباتهم ومصالحهم الشخصية. لسنوات خلت استمر وحده في قرع ناقوس التحذير من الانقسام والتقسيم من التبعية والوصاية من اختزال المؤسسات في شخوص بعينهم. هو من قال ذات يوم: أخشى ما أخشاه أن يحكمنا معمر القذافي وهو حي ويحكمنا وهو ميت، معبرا عن تخوفه من استمرار سياسة الإقصاء والتهميش حتى بعد انتهاء معمر القذافي وحكمه. كان حلمه أن يعلو صوت العقل على صوت المدافع والرصاص وأن تتغلب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح والأهداف حتى تعبر ليبيا إلى بر الأمان. عن محمود جبريل الرجل والسياسي والوطني الليبي قبل كل شيء نخصص إذن هذه الحلقة من لايف لذكرى وفاة الدكتور محمود جبريل. نتابع هذا التقرير ومن ثم نرحب بضيوفنا. وطني من الطراز الأول، ليبيا كانت بوصلته، وكان هو الأكثر وضوحا في التعبير عن صورة مستقبلها الذي كان يحلم به لمكافأة هذا الشعب الذي يستحق الأفضل بعد سنوات التيه الأربعين التي عاشها. الهدوء والاتزان كانا سلاحه في الدفاع عن انتمائه لوطنه والتعبير عن حبه الشديد لبلاده. أما إيمانه بمشاركة الجميع فكان السمة الأبرز في تجسيده لمفهوم القيادة الوطنية المتميزة والجامعة. في أشد منعطفات البلاد خطورة وحينما كانت الأمة الليبية بحاجة إلى قيادة تحوز أكبر قدر من الإجماع الوطني والقبول الدولي، تحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار لتغرس ثورة فبراير علام الاستقلال من جديد دون أن يتوقف عن استلهام إرادة الليبيين ككل والإلحاح على قيمة المصلحة المشتركة وقيمة الشمول في جميع المجالات. وحين أعمت أضواء السلطة أعين الكثيرين وأصمت عبارات النفاق أذانهم وملأت الأموال الفاسدة خزائنهم، لم يتوقف عن الرهان على الشعب واستمر في معركته الاستراتيجية لرسم مستقبل ليبيا كما يجب أن يكون. خصومه اتهموه بالعلمانية وبكونه رجل أمريكا، بل القذافي الجديد، مروجين بأنه يريد فتح بارات وملاهي ليلية في طرابلس، تلك الحرب غير الشريفة التي قادها مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني وقوى الإسلام السياسي وجماعات مسلحة وجدت طريقها للسلطة وقوى أخرى ترى من مصلحتها إقصاءه، لم تفت من عزيمته وظل مؤمنا بالحل السياسي والتوافق ورافضا للحلول العسكرية. خسارته لمعركة الحياة لم تكن القاسمة، فإرثه الفكري ونجاحه في شق طريق المليون خطوة مستمر حتى لا تسقط الراية.
ونرحب بضيفنا الأستاذ توفيق الشهيبي، رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا على الهاتف، وكل عام وأنت بخير. في البداية لو تحدثنا في البداية عن تجربتك الشخصية مع الراحل الدكتور محمود جبريل. أجل، تحية لك، تحية لكل المشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بخير. حقيقة تمر علينا هذه الذكرى الحزينة، يعني شخصيا كان البارحة لرجل يعلم الله سبحانه وتعالى وأنا حاليا في الأرض المقدسة ما أكنه له، وأعلم جيدا يعني مدى وطنية هذا الرجل رحمه الله، كيف كان وطنيا، كيف كان حقيقة لا يسعى إلا لصلاح بلاده، كيف كان حقيقة يعني ليس له غرض من هذه التجربة التي كانت بعد 2011 إلا المضي بلده الأفضل، كيف كان حقيقة منصفا حتى مع خصومه السياسيين، كيف كان رجل دولة وليس رجل سياسة. تجربتي به شخصا يعني أكثر ما كان يعني يشدني لهذا الرجل رحمه الله الدكتور محمود جبريل أنه كان مستمعا جيدا، والله العظيم كان يستمع يعني يستمع لك فترة طويلة جدا دون أن يقاطعك بكلمة، دون أن يقاطعك بكلمة، يستمع 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 يستمع، ثم بعد ذلك يعني يبدأ هو بالحديث، فكان مستمعا جيدا. وكان هذا شيء أول ما عرفته في 2012، كان أكثر ما لفت انتباهي أنه رحمه الله كان مستمعا جيدا. أيضا في أمر يعني الشيء الآخر، كان إنسانا ورعا حتى بالناحية الدينية، يعني ما اقترفه خصومه من اتهامات باطلة حقيقة كان الغرض منها سياسي، وهم يعلمون أن كلامهم كذب، فكان ورعا رحمه الله، كان يعني من ناحية دينية متدينا، ولا أريد أن أذكر الكثير عن الرجل يعني بعد وفاته، ولكن كان كل من عرفه يشهد له بذلك. أنا شخصيا صحبته كثيرا، كثير من الناس يعني تأثروا، من الليبيين تأثروا بوفاة الدكتور محمود جبريل، فقلت لهم أقول لهم دائما أنتم تأثرتم ولم تعرفوا الرجل لم تصحبوه، أنا فكيف بي، نحن من عرفه عن قرب، من رافقوه، من عاصروه، يعني إلى 8 سنوات كنا مع بعض، لمست فيه الخير الكثير. ما أود ذكره أيضا أن الرجل يعني دائما يقول حسب الله ونعم الوكيل، ظلم كثيرا، أوذي في نفسه، في عائلته، بإشاعات، باتهامات، بتكفير، بأمور كثيرة، للأسف تأذى كثيرا رحمه الله، تأذى كثيرا كثيرا، وهذا وأكررها مرة أخرى، يعني الرجل يعني حقيقة تأذى في نفسه، في ماله، في عائلته، في سمعته، حاول كثيرون النيل منه، ولكن مع ذلك ظل على نفس المبدأ. يعني صعب جدا أن تقف موقف لا مع هذا ولا مع ذاك فقط من أجل الوطن، وأن يكون مواقفك كلها مبنية من أجل صلاح الوطن. نسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يغفر له ذنبه، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يحتسب له كل هذه الأعمال الصالحة، يعني أنه كان على أقل تقدير مخلصا لله سبحانه وتعالى ثم لهذا الوطن في كل ما كان يقوم به من 2012، من يوم ما عرفته أنا شخصيا. طيب أستاذ توفيق، أنت كررت أكثر من مرة أنك كنت معه طيلة 8 سنوات، وأكثر من مرة كررت هذه الجملة، كيف أثرت علاقتك بالراحل الدكتور محمود جبريل في مسيرتك المهنية؟ كثيرا، يعني أنا 2012 لست أنا في الآن، يعني أول شيء الثقة في الشباب، يعني عندما كنت عضو في المؤتمر الوطني العام كان عمري حينها 27 عاما، كنت أصبحت يعني كان دافعا لنا، أصبحت متحدث باسم الكتلة، ثم أصبحت رئيسا لكتلة تعدادها 39 شخصا، كانت شخصيات كثيرة أكبر مني سنا وخبرة في تحالف القوى الوطنية، ولكن كنت يعني أحد أصغر الأعضاء سنا في الكتلة، ولكن كانت ثقته الشباب أيضا، كان
رحمه الله يعني تجربته أنه كان دائما ناصحا بطريقة مؤدبة جدا، يعطيك النصيحة بطريقة مؤدبة جدا. أذكر له موقف، وهنا سأذكره على الهواء مباشرة لأول مرة أذكره الآن حدث معي. كان أحد الأصدقاء مجموعة يعني منهم السيد فتحي النجبري في حكومة الوفاق وشخصيات أخرى في حكومة الوفاق قد رشحوني سفيرا في دولة تونس، وكانوا مصرين علي أن يعني أن أكون سفيرا هناك. شخصيا أردت أن أعرف رأي يهمني جدا اللي هو أساسي بالنسبة لي هو رأي الدكتور محمود جبري. كان هذا في عام 2018 على ما أذكر، يعني في عام 2018 أجل. حقيقة هو يعني شوف كيف أتت النصيحة، يعني لم يقولها لي مباشرة أن تتولى منصب سفير، يعني نوع من الأدب ومن الاحترام ومن الخجل مني بأن يمنعني من تولي مكان له مصلحة شخصية لي فيه أنا، ولكن في نفس الوقت لم يرى أن هذا المكان مناسب على الإطلاق وأنه ليس من مكان السياسي ولا سيكون بفائدة لي سياسيا. فتحدث عينها بحديث فهمت أنا ما بين الأسطر، رغم علاقتي به وقربي له لم يقل لي مباشرة أن هذا ليس من مصلحتك وهذا كذا، بل كان لطيفا جدا في هذا الأمر معي فأوصلها لي بطريقة غير مباشرة. فأنا مباشرة يعني حتى بعد رفضت المنصب، يعني بعد شكري لمن رشحوني له ورفضي للمكان مباشرة، يعني كان الحديث له بعد بيني وبينه في أول لقاء لي وجها لوجه ذكرت له الأمر مباشرة، فقال لي والله يعني بأمر أنا أمور شخصية لا أريد ذكرها ولكن أنا يجب ذكرها، يعني ذكر قال لي بالحرف الواحد، قال لي أنتم في التحالف شباب زلتوا صغيرين وأنا أخذتكم بما معناها يعني كيف نقول نحن السقف الذي لدي من مطالب للوطن جعلنا أن لا نتنازل وأن لا ندخل في حكومات متتالية، لا دخلنا في حكومة الثانية ولا دخلنا في حكومة السراج، فأبدأت أحس بذنب بيني وبين نفسي أني حرمتكم من هذه المناصب وأنتم مازلتم شباب وأنكم محرجين مني بعدم قبولها وبقائكم معي ربما سيكون يعني مؤذي لكم من حيث أنكم لن تحققوا مناصب عليا في الدولة، طالما أن الدولة يعني لا تسير بشكل سليم فنحن نرفض، ومحمود جبريل يرفض ومن أرى التحالف يرفضون أن يأخذوا مناصب. هل يرى رحمه الله في الشباب أنه المنقذ لليبيا في تلك الفترة؟ بكل تأكيد 2017 أصر على استقالته من تحالف القوى الوطنية، والاستقالة مكتوبة لا تزال لدي أحتفظ بها، قدم استقالته لي أنا شخصيا بحكم أني رئيس الهيئة العليا، فطبعا رفضنا هذه الاستقالة بإجماع أغلب أعضاء الهيئة العليا وقلنا أنها لم تكن في وقتها، وفعل وهو كان رحمه الله مصرا عليها ويقول أن الشباب يجب أن يقودوا الدفة بأي شكل من الأشكال مهما كانت العقوبات مهما كانت النتائج، أن الشباب يجب أن يقودوا الدفة، وكان دائما يقول ذلك. بالمناسبة حرص رحمه الله أن يكون الشباب يمثل تحالف، وهذا ما حدث حقيقة، أن كثير من الشباب موجودين في عصب التحالف وكان يأمل بأنه عندما تكون هناك حكومة مقبولة نوعا ما نشارك فيها يكون الشباب يمثلون عصب مشاركة التحالف في أي حكومة قادمة، فهذا أكثر شيء كان دافع لي شخصيا، لذلك وصلت ربما يعني استقيت سلم السياسة شخصية. أنا شخصيا أراها رجل كما أقول دائما هو رجل وطن أكثر من كونه رجل سياسة، وهناك فرق كبير ما بين المعنيين. طيب للفقيد تنبؤات مبكرة إنجاز التعبير استلهمها من قراءته للمشهد الدولي والمحلي السياسي، هل ما وصلنا إليه اليوم أستاذ توفيق سببه اتباع سياسة أذن من طين وأذن من عجين؟ هنا أتحدث عن السياسيين والشارع. أستاذ توفيق طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ توفيق، سيحاول الزملاء الاتصال به من جديد لينضم إلينا. نرحب الآن بالأستاذ أكرم النجار نائب أمين عام تحالف القوى الوطنية،
مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا أستاذ أكرم في هذه الحلقة. تحية خاصة لحضرتك ولقناتكم الموقرة، وشكرا على هذه الهفتة الطيبة. أهلا وسهلا، مش غريبة عليكم. شكرا. أهلا وسهلا. كيف يمكن أن تحدثنا عن علاقتك بالدكتور الراحل طيلة السنوات الماضية، وماذا أضافت لمسيرتك المهنية؟ نعم، بسم الله. طبعا في البداية نترحم على روح الفقيد اليوم في ذكرى أليمة بالنسبة لنا كذا، في رحيل دكتور محمود جبريل على هذه الدنيا. وأمانة على المستوى الشخصي أعتقد أن هي من أكبر أقلات في حياتي المفصلية، اللي هي شاء القدر، والحمد لله أنني أتيحت لي الفرصة أن أتتلمذ على أيادي هليئة بالمعرفة وحب الناس والخبرة والرؤية الحقيقية، اللي أمانة ما بخلش بها على أي شخص حاول أن هو يوصل أو حاول أن هو يستفيد من هذه الشخصية أمانة. إضافة أن الدكتور الله يرحمه طيلة فترة التسع سنوات الماضية العمل المشترك معه لطالما كان يتعامل مع كل المجموعة كرفاق وكشركاء حقيقيين، وأنا أعتقد أن هذه هي الميزة اللي يمتاز بها الدكتور محمود جبريل على أكثر السياسيين اللي موجودين اليوم، خاصة وأنا هنا أتحدث على فئة الشباب اللي هي لطالما تشكي من جانب الاستغلال اللي هي ممكن تمر به، لطالما الدكتور محمود كان يتعامل معنا كشركاء، يعني كشركاء حقيقيين في المشروع وفي الرؤية. أيضا أعتقد أن هذه الغصة اللي حتلازمنا ما حيينها هي في نفس الوقت دافع كبير جدا أن إرت ومنهجية ومسلك ورؤية الدكتور محمود شبيل تبقى مستمرة، لأن هذا اللي لطالما حاول يوصلهنا باستمرار، أن الناس تحيا برؤاها وبمشاريعها فقط، أما الارتباط بالشخوص في ذاتهم هي مسألة للأسف طالما تؤدي إلى الانهيار. دائما كان يحاول يخلينا نرتبط أكثر بالأفكار وبالرؤى وبالمشاريع أكثر من ارتباطنا بالأشخاص. نسأل الله أن يعيننا أمانة على التعامل مع هذه الغصة قدر الإمكان. طيب، وأن يمضينا على عهده ما استطعنا. ما الذي كان يميز الراحل الدكتور محمود جبريل في حياته المهنية؟ أنت قلت مسلكه ومنهجه في المهنة. نعم، أنا أعتقد أن عاملين أساسيين كانوا بالنسبة لي محط استغراب كبير جدا في كل مرة أتحدث فيها مع الدكتور محمود جبريل. المسألة الأولى هي إيمانه بمستقبل أفضل رغم الوضع اللي احنا فيه في كل المراحل اللي مريناها مع الدكتور محمود جبريل السيئة للأسف. فكنا لما تتأزم الموقف لاحظوا أن الدكتور محمود قاعد يشبه أن المستقبل حيكون أفضل بكتير، رغم أنه ما فيش مؤشر ممكن تتلمسه في ذلك الوقت. والنقطة الثانية الاستمرارية. أنا أدعي أن هذه الشخصية الوطنية، أنا متعمد لهذا المصطلح بكل ما يعنيه من محتوى، كانت له الفرصة مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة أن يحيا حياة هادئة هانئة رغدة في أي بقعة على هذا الكوكب. ودائما ما كان عندي سؤال هو لماذا هذه الاستمرارية، خاصة أن الدكتور محمود كان يعي أن الأدوات اللي موجودة حاليا في الساحة السياسية لا يستطيع هو ولا رفاقه أن يتعاملوا بها حتى يتمكنوا من تحقيق الرؤية اللي هم مقتنعين بها. وكان يعي جيدا أن خلال هذه الفترة
حتمر ليبيا بأزمة كبيرة، وأن صوت العقل والمشاريع والرؤى لن يكون لها وضعية، وأن هناك أدوات التزم هو وألزمنا وعلمنا كيف نلتزم، أن نتمسك بهذه الأفكار في الوقت اللي هي ممكن لما جيت تقيسها تشوف أن هي ما تملكش الأدوات تطبيقها. اليوم باش يكون ليه دور سياسي وفاعل وتقدر تغير الأرض، في أدوات أخرى المفروض أنك أنت تتعامل معها. فكان دائما مستمر على نفس المنهج. وأتذكر جيدا في إحدى المواقف اللي في إحدى المحاولات اللي لم تنجح للأسف، فدار نقاش ما بيناتنا، قلت له دكتور الآن شو الحل؟ قال لي الحل إن إحنا الآن بنكعمزه ونفكه وبنعاوده مرة تانية. فعاود سؤال هو دكتور احنا، قال لي ايه احنا بنفشله بنقعد نعاوده مره ثانيه بنقعد نفشله بنعاوده، لان ما عندناش اي مسلك الا هذا المسلك. لهذا السبب اعتقد ان قيمه الاستمراريه وانك تكون سياسي مش موظف، انك تكون شخصيه عندها رؤيه لهذه البلد ورؤيه سياسيه، مش شخص يبي وظيفه ايا كانت رتبتها ايا كانت. هو ادعي ان علمني شو الفرق ما بين انك تكون موظف بدرجة وزير او رئيس وزراء او رئيس دولة، وما بين انك انت تكون شخصية سياسية عندها رؤى وعندها افكار وعندها ما تقدم لشعبها. فنسأل الله ان يجزيه عنا خير الجزاء امانة. وانا اعتقد ان هذه الارض وهذا الشعب حيعي جيدا قيمة هذا الرجل، لكن بعد فترة من الزمن مثل بقية الشخصيات العظيمة اللي مرت على هذه الامة، واللي للأسف اليوم أنا في 2022 يعني جيلي أتذكر هذه الشخصيات بإجلال وبإكبار لقيمتها. وأنا أعتقد أن من عاصروا تلك الشخصيات هم ينصفوها. نعم. طيب، من جديد ينضم إلينا الأستاذ توفيق الشيبي رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية. أستاذ توفيق إذا كنت تسمعني. نعم، أسمع. مرحبا بك مجددا. كنت قد سألتك قبل أن ينقطع الخط عن الرؤية التي كان يمتلكها الراحل الدكتور محمود جبريل، كان لديه لربما تنبؤات نتيجة قراءته المستمرة للسياسة العالمية والمحلية، هل ما وصلنا إليه اليوم سببه اتباع سياسة أذن من طين وأذن من عجين؟ هنا أتحدث عن السياسيين والشارع على حد سواء، كان دائما ما يتخوف من الوضع المستقبلي في ظل الفوضى. نعم، أقول لك يعني حقيقة كانت الرؤية التي يملكها الرجل رحمه الله يعني دائما نبه على أمور حدثت، وهو لأنه كان قارئا جيدا للمشهد الذي يحدث أمامه. الشيء الآخر هو كان دائما يسدي النصائح ويقدم المبادرات حتى ولو لم تكن باسمه. على سبيل المثال محاولتنا لإنقاذ الوضع في مؤتمر برلين، كثير من النقاط كان وضعها الدكتور محمود جبريل رحمه الله، وكان تقدم بها وقامت تبنتها الولايات المتحدة، كانت حينها برئاسة السيد غسان سلامة، من أجل وبدأت تحاول تنفيذها. الخلاف الذي حدث بعد ذلك بعد ما وصل الحوار إلى حوار تونس ثم جنيف، أنهم أعادوا نفس الكرة من جديد، أن الموضوع أصبح تقاسم السلطة، بينما الراحل رحمه الله يقول فلنبني دولة، فلنضع أركان الدولة أولا ونحافظ عليها، ثم بعد ذلك ندخل في صراع على السلطة وكل لديه مشاريع يريد أن ينفذها. أما آلية تقاسم السلطة هذا ما جعلنا حقيقة نرفض مشاركة في حكومة السراج على سبيل المثال، لأنها أتت فقط لأجل تقاسم السلطة، والحكومات التي أتت بعدها كانت تسير على نفس النهج، حكومة دبي والآن حكومة سراج، تقاسم سلطة لا أكثر ولا أقل، وليس لديها مشاريع حقيقة من أجل الخروج من الأزمة الحالية، مشاريع عاجلة، مشروع طوارئ للوضع الحالي الذي تمر به البلاد من أجل إنقاذها. لأننا يعني نحن يجب أن كما يقول الراحل رحمه الله أن نرسي أركان الدولة أولا، أن نثبت أركان الدولة أولا، ثم بعد ذلك ننطلق فيما بعد ذلك، ولكن نأتي في أمور تعتبر ثانوية أمام أمر أساسي، وهو أن نمنع هذه الدولة من الانهيار تماما. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا أتفق تماما ما يقوله زميلي سيد أكرم نجار، كان لديه نظرة تفاؤلية نحن لم نكن نمتلكها حقيقة. يعني يقول
يجب أن نعمل، يجب كذا، رغم كل الأذى اللي تعرض له. أنا شخصيا كنت دائما أرى فيها أنه، ودار حتى بين أكثر من حديث حول الأذى الذي تعرض له هو شخصيا في سيرته، في شخصه، في أهله، وكيف كنت دائما أقول أنه لم ينصف، لم ينصف إطلاقا، لم ينصف لا من حتى من بعض من ينسبون أنفسهم على التيار المدني. حقيقة للأسف الشديد ليس فقط من الإسلام السياسي الذين أكلوا لها كامل الاتهامات إثما وبهتانا، فيعني لذلك فهو كان دائما متفائل، وهذه كنت دائما من الأمور التي أرى فيه، كان الرجل دائما متفائل، وهذه حقيقة. نحن كنا في أمور يكون بلاد فيها في الحديد، يعني بعد أربعة أو حرب طرابلس كان هناك تشاؤم كبير يسودنا من أنه يمكن إنقاذ الوضع، ومع ذلك تحرك وحرك معه الشباب من أجل تقديم مبادرة تلو الأخرى من أجل إنقاذ الوضع، يعني الذي كان يسوء ولا يتحسن. هذه من أكثر الأمور التي كنت أرى فيه. كما والشيء الأهم وقد ذكرته قبل قليل أنه أي شيء، أي مبادرة يطلقها لا يهم أن تكون باسمه، أو لا يهم أن يذكر أن محمود جبريل قد شارك فيها. ما كان يهم، ما كان يهمه حقا أن تكون مبادرة ناجحة وأن تقدم وأن تساهم في حل الأزمة في الوطن، ولم يهمه إطلاقا أن يذكر أن محمود جبريل قدم كذا وكذا. وهذا من الأمور الذي رحمه الله احترمه فيها جدا، أنه كان يهمه النتيجة بغض النظر عن من يقوم بالفعل، المهم ما ينتج عن هذا الفعل وأن يكون فيه صلاح. ولذلك لم يكن يريد أن ينسب الفضل له في أي شيء، وهذا ما حدث حقيقة في مخرجات برلين، في حوار برلين في البداية عندما تقدم المقترحات، وكان ينصح السيد غسان سلامة أنه لا يذكر اسمه، لأن كثير من خصومه مهما كان جودة الشيء الذي يطرحه محمود جبريل، فإنه بمجرد أن يذكر أنه أتى من هذا الشخص سوف يرفعه. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الشهيبي على كل ما تفضلت به من معلومات. من جديد أعود إلى الأستاذ أكرم النجار من طرابلس. أستاذ أكرم النجار، من ذات النقطة الأخيرة، يعني يحسب للدكتور محمود جبريل أنه تصدى للفساد، ومن ذلك ما ينسب لشخص بعينه وهو النجاح، كان دائما ما ينسبه للمؤسسة، لكننا اليوم نرى حالة النفاق السياسي المدفوع الأجر. أنت كنت تتفق معي في هذه النقطة أم لا؟ كان دائما ما ينسب النجاح للجميع، للمؤسسة، للمجموعة؟ نعم، أنا أعتقد أنك يعني وأنا أزيد أن هو كان يتحمل على المؤسسة أو على المجموعة، أي مجموعة على فكرة، يعني هنا لا أخصص تحالف القوى الوطنية، أي جهد كان يقوم به دكتور الفقيد محمود جبريل، فكان دائما ما يقدم النتائج على أن هذا الجهد هو لهذا الفريق أو لهذه المؤسسة. كان للأسف أحيانا وغالبا يتحمل العبء والإخفاق إن حدث بالكامل، باعتباره هو ممكن يكون الشخصية الأبرز في هذه المجموعة وهذه المؤسسة. هذه المتلازمة اللي للأسف حوسب عليها. الغريب يا أستاذنا أن اليوم يعني في العديد من الأطراف أن هي كانت تحاسب في جبريل على ما أعطاه الله من بسطة في العلم والإمكانية والقدرات والكاريزما والشخصية وما إلى آخره، وكان حقيقة يحاسب على هذا الأساس، يعني من في عدد لا بأس به من الشخصيات التي كانت تختلف أو تدعي أن هي تختلف مع الدكتور محمود جبريل فكريا، بمجرد الدخول في نقاش عاقل ناضج على هذه الأفكار، أين الاختلاف فيما يطرحه الدكتور محمود جبريل رحمه الله فيما يطرحه؟ دع عنك خلافك الشخصي يعني في ذاته، أغلب الأمر تجد أن الناس يعني هجد أن ما يقوله، لا والله الكلام هذا في منطق، ما لعلاش تعدي فيه، ما هو هيك وهيك، على طول يأتي إلى جانب اللي هو متعلق بالشخص الدكتور. وأنا على كلام الرفيق أستاذنا توفيق الشهيبي أن ما تلقاه دكتور محمود جبريل من طعنات من داخل بيت ما يسمى بالتيار المدني هو أصعب وأقسى وأكثر ضررا ما تلقاه من الشخصيات أو من التيارات اللي من الطبيعي أن هي أنت تقصد هنا خصومها السياسيين الآخرين. لماذا ركز هنا أسألك
أستاذ أكرم اعذرني على المقاطعة، أسألك لماذا ركز الخصوم السياسيين وحتى البعض من قلت عنهم أنهم في داخل التيار المدني، لماذا يركزون على اتهامات لا علاقة لها بالمهنة وبالسياسة وبالتالي يؤثر على الشارع؟ لماذا هذا التركيز على تشويه الشخصية، على تشويه الإنسان، على تشويه محمود جبريل في تلك الفترة؟ شكرا على السؤال كمانة أستاذنا. عاملين أساسيين، أولا العجز على رفض ما يتقدم به الدكتور محمود جبريل من أفكار ورؤى ومشاريع والاشتباك معها، قد يكون مخطئ نعم جدا وهذا منطقي جدا، هذا إنسان في الأخير بكل، لكن إنك تخلي الاشتباك في 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 في, في المحتوى، ففي عجز حقيقي على تفنيد أو إيجاد أو محاولة هدم هذه الرؤى، فما عادش في حل إلا أني ألتجئ للعامل الثاني اللي للأسف مجتمعنا يتماهى معه بشكل كبير، اللي هو متعلق بشخصية هذا المتحدث من طعن في الدين، وهذا يعني مسألة حساسة في مجتمعات المنطقة بالكامل مش ليبيا فقط، انك انت تجي مثال تتكلم على الدين، تتكلم على العائلة، تتكلم على احيانا ما هو متعلق بالأسرة بالأبناء اللي هي ما هو خاص جدا. للأسف هذه المواد، وانت اليوم ممكن تشوف في العديد من الأشياء اللي ممكن تطلع حتى ترند على السوشيال ميديا، هي أغلبها تتحدث على خصوصيات ناس لأشياء اللي هي غير منظورة. لهذا السبب خصومة لما عجزوا على مجاراة هذه الأفكار بالحجة وبالمنطق وبمحاولة تفنيدها أمام الناس وبينوا للناس إن هو الكلام هذا غير منطقي ومش لصالح ليبيا، لما عجزوا في الجانب هذا أوتوماتيكيا نشوف الخط الآخر ومشوف فيه بشكل محترف أمانة، ويعني ما غلبوش جهد طيلة حياة الدكتور من 2011 لهذا السبب. ولعلمهم أن الناس يعني هتلقى هذه المواد اللي هي متعلقة بطعن أي شخص مش الدكتور محمود أو شخصية معروفة في ما هو متعلق بدينها. وكثيرا من المرات كنا نقول خلوا الدكتور محمود جبريل لما هو لشخصه وناقشوا الأفكار، تعالوا احنا وياكم اسمعوا الكلام، يعني كان مجرد معرفة أو سماع على بعد 5000 كيلومتر أن هذه الورق أو هذا المنتج فيه الدكتور محمود جبريل كان على طول يرفض. وأنا كنت شاهد عيان على أكثر من موقف ومن مبادرة ومن شخصية ومن رؤية، وأنا تحفظ على هذه المسائل من باب حفظ قيمة فقيدنا وما جرى في تلك الأيام، وإن شاء الله تتحن الفرصة القدام أن احنا نتحدث بالتفصيل أكبر على ما حدث بالتفصيل خلال 10 سنوات هذه. نعم، في أي وقت الفرصة متاحة لكم ولكل الزملاء عبر شاشة 218 و218 نيوز البوح بالكثير. طيب، بالعودة إلى ذات السؤال وهو أن الفقيد الدكتور كان دائما عرضة للتخوين والتشويه لأن أراه لم تعجب الكثير، وأيضا خصومه كما قلت أنت عجزوا على فعل ما يقوم به. اليوم من يتكلم يزج به في السجن أو يغيب أو يخطف، لماذا نحن وصلنا إلى هذا الحال أستاذ أكرم؟ قبولنا بالفعل أستاذنا، قبولنا بالفعل، يعني أنا لما نقبل إن خصمي، وعلى فكرة هذه قيمة ثابتة، أنا لما نقبل إن خصمي السياسي أو خصمي الفكري تنتهك حريته ويتم القبض عليه فقط لأنه هو قال رأي قد لا يعجب أحدا من الأشخاص الذي أصبح نفسه حامي لهذا المجتمع وقام بالقبض عليه، فعلى طول أنا نسكت وما نتكلمش ونتعامل مع الموضوع عادي، وقد يعني للأسف تخوني المروءة وأتشمت في هذا المشهد على يعني بطبيعة الحال وبالمنطق المجرد أن هذا السلوك سيرتكب ضدي، فبالتالي المجتمع يفقد فكرة الحفاظ على قيمة الحرية، قيمة حق اللي أعطاهونا الإله، اللي أعطاهونا ربي عز وجل حق الناس أن هي تعبر عن رأيها، ومن يستطيع أن يقيم هذا الأمر هو الناس. أكرم قال كلام ما عجبوش، خلي الناس يرد عليه أو القانون يرد عليه،
لكن قبولنا اليوم كشعب أو كسياسيين أو كنشطاء مجتمع مدني أو كمواطنين في الشارع أن شخص فقط لنا فكرة مختلفة علينا يقبلوا له أن ينحط في الحبس وتنتهك الحرية بتاعها، فطبيعة الحال أنت كأنك تسلم في نفسك أنت لهذا المشهد، لأن ما حدث على هذا الشخص قد يحدث عليك أمتى ما كلامك أو فكرك أو منطقك أو شكلك أو لبستك ما تعجبش ذلك الشخص الذي قام بالفعل هفسه على خصمك. لهذا السبب اليوم إحنا كمجتمع بالكامل يا أستاذي الفاضل نقتات على هذه الفكرة، إحنا فرحانين بها. أنت قيمة خصمي ألف مبروك، ولا نتكلم عليك ولا ندعو عليك ولا أفتح الموضوع. أما أنت مسيت جناحي أو فكري أو من أتفق معه فكريا، هنا يعني بنتكلم وبندير منصات وبنمشي للساحة وبنطلع في الميادين وبنتكلم وبندير دوش، وهذا خلل كبير مخلي الأمر هين على من يريد أن يتعامل بهذه الآلية في ظل غياب القانون وضعف المؤسسة القضائية والضبطية وعجزها حقيقة على أن هي تدير حل لهذا الملف. نعم، طيب دائما الدكتور ما حذر من الفراغ، حذرنا من الفراغ وهو أكثر ما يكرهه، وقد ترك فينا فراغا إنسانيا ووطنيا يصعب ملؤه. كيف ترى مستقبل الحركة الوطنية في ظل غياب جبريل أستاذ أكرم؟ أنا كنت أشبه أمانة، وهذه أول مرة نقولها أنا، وأعتقد أن العديد من الرفاق والرفيقات والشخصيات اللي ممكن تكلمنا معهم أو تناقشت معهم في التيار المدني قد سمعوا مني هذه، وقياسا على بيئة الحروب اللي عايشينها في ليبيا كنت نقول أن الدكتور محمود شبريل ومن ورائه في ذلك الوقت تحالف القوى الوطنية هو آخر تبة أمام رؤية أن تكون ليبيا دولة مواطنة حقيقية يتساوى فيها المواطنين وأصحاب هذه المنطق مؤمنين به ليهم ولغيرهم. لأن أحيانا قد تجد ناس مؤمنين بهذه الأفكار أستاذي بس هم رافضينها أو سلبينها من الآخر اللي يختلفوا معاه، أما أن تجد ناس اليوم في المجتمع الليبي حقيقة يؤمنوا بهذه الأفكار ليهم ولكل الناس. أدعي أن الدكتور محمود كان آخر تبة حقيقية أمام الفرضات اللي كانت توجه لاستمرار حالة اللا دولة، أن ما يكونش عندي أمل ومشروع طلقت عليه. ما يعزيني أمانة والرفاق وكل الناس اللي تؤمن أن ليبيا حتولي دولة، وأن المنطق والكون وسيول التاريخ تقول أن ليبيا إن شاء الله حتولي دولة، هذه مسألة ما يقدرش يتحكم فيها حد، هذه سيولة التاريخ أمتى ممكن الأمر يعطل، لكن عزانا أن اليوم في مشروع في رؤية. يعني هذا المسلك والمنهج اللي دائما نتكلم عليه كل ما نذكر الدكتور محمود جبريل، هذا المسلك والطريق اللي أمانة نزرعها فينا، هذه البذرة الكبيرة اللي نزرعها فينا أن كيف تصمم رؤية ومشروع لكل مشكلة قدامك. الأداة هي السلاح هو اللي هو مربوط بالمعرفة وبمصلحة الناس فقط، ما هوش مربوط أنك أنت كيف، وهذا علاش أنا قلت لك أنك أنت كيف تكون موظف. نو أنت المهمة الحقيقية بتاعكم كحمال أو حراس لهذه الرؤية أو لهذا المسلك أنك تقدموا للناس الحلول بشكل مستمر للمختنقات بتاعها. فأعتقد أن اليوم في خط واضح، في الطريق عبدها الدكتور محمود ورفاقه بالكامل، يعني نشوف أن هذا الجهد هو جهد أهل بالشخصيات باش نكونوا منصفين أيضا. لهذا السبب اليوم في الطريق تحتاج صبر، تحتاج صبر كبير جدا، ونعاود تحتاج صبر كبير جدا، وتحتاج خطوات متأنية وفي محلها، وبإذن الله يعني بإذن الله احنا مؤمنين إيمان كامل إن ليبيا حتصبح هولة وحنطلع من الوضع هو، لأنه قطعا الاستثناء أن يتحول إلى قاعدة أستاذي قطعا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ أكرم النجار نائب أمين عام تحالف القوى الوطنية، كنت معنا مباشرة من طرابلس على كل ما تفضلت به من معلومات، والشكر أيضا لزميلك الأستاذ توفيق الشهيبي رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية كان معنا عبر الهاتف. رحم الله دكتور محمود جبريل،
رحم الله الجميع. شكرا جزيلا لكم. لا يفتح.